إذا أعياك من دنياك داء وعز عليك أن فقد الدواء وأعسرت الأمور عليك صرفا وضاق الدهر وانكشف الغطاء بقاع الشام قبرا به لله يرتفع الدعاء لزينب ولطرفك مستغيثا فأدنى ما يبادرك السخاء وأذلل ماء وجهك في حباها فخير الذل ما عز الحباء وأذلل ماء وجهك في حباها فخير الذل ما عز الحباء توسل بالعقيلة وارتجيها ففي أكنافها يحلو الرجاء ولذ بجوار خدر بني نزار بمن شرفا تلوذ بها السماء حما حما عليا علي من إليهم بأمر الله ينصرف القضاء ودار ندى إذا ما العام أكدى تفجر من جوانبها الرخاء تبيت بها جموع الوفد رغدا فلا نصب هناك ولا عياء.